تعالوا نروح بقى للكورة، كلكم بتتابعوا الكورة طول الوقت. خلينا نروح للخبر ده. طبعا جمهور الكرة المصرية بقاله 48 ساعة عايز يعرف أخبار إصابة نجم المنتخب ونادي أرسنال الإنجليزي محمد النني. كلنا عرفنا أنه عنده إصابة النني، وتعرض للإصابة في ركبته، وده كان في المباراة اللي كان بيلعبها أرسنال وليندهوفر والاثنين ليندهوفن الهولندي. وطبعا الإصابة دي كنا عايزين نعرف إيه اللي حصل للنني في دوري أبطال أوروبا كانت طبعا المباراة، وخصوصا كمان إن المدير الفني لنادي أرسنال قال في مؤتمر صحفي بعد المباراة على طول إنه فعلا النني تعرض للإصابة في ركبته، ولكن مش معروف إلى الآن حجم الإصابة عامل إزاي. السؤال بقى اللي كلنا بنسأله، يا ترى هل سيلحق النني معسكر المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية في يناير القادم؟ خلينا نعرف الإجابة وتفاصيل أكتر والد يعني نجم مصر النني الكابتن ناصر النني. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل لحضرتك. مساء حضرتك. أولا ألف سلامة على نجمنا وطمنا عليه. الله يسلمك. وطبعا كل الناس مفكره ان محمد متصفى ركبته وكده، لا هو مش متصفى ركبته، هو عنده شد خفيف كده في العضله الخلفيه والحمد لله هو بقى كويس، وبنطمن كل جماهير الكره المصريه على محمد ان هو بخير. يعني المؤتمر الصحفي اللي عمله طبعا يعني المدرب وقال ان هو يعني مصاب في ركبته، ده ما لا كانش لا لا, لا. هو محمد عنده شد كده بالنوك طبعا اجهاد من الماتش يعني وكده، والحمد لله بقى كويس يعني وبيتمرن دلوقتي مع الفريق كده الحمد لله. يعني ان شاء الله هو هيكون ضمن صفوف منتخب مصر باذن الله في يناير المقبل باذن الله. باذن الله باذن الله. هو طيب دلوقتي بيعمل تدريبات ولا واخد فتره اجازه؟ لا هو نزل التمرين خلاص، هو كان نزل التدريب كده في العضله شويه لانه بقى له فتره طبعا ما كانش بيشارك، فطبعا لما نزل وكده فحس يعني بجهاد شويه، فطلب التغيير في الملعب بحيث ما يكملش عليها وتزداد الاصابه يعني وكده يعني. طب احنا عرفنا انه يعني انه هو اسس نادي في انجلترا. ايوه طبعا الحمد لله. ايه القصه دي؟ ايه الحكايه؟ نادي طبعا في انجلترا، طبعا لسه طبعا التاسيسات وعامل اكاديميه برضو باكاديميه النني هناك في لندن. يعني الاكاديميه هتبقى لتعليم النشء ولا ايه وايه الموضوع؟ تعليم النشء، وطبعا وعامل فريق طبعا هيخش مثلا درجه في انجلترا وكده، وربنا يوفقه باذن الله في اللي جاي. يعني محمد عنده طموح مجتهد، وربنا باذن الله يوفقه في اجتهاده كده ونشوفه احسن واحد في الدنيا باذن الله. يعني كابتن ناصر انت شايف انه النني كده بيخطط انه يبقى مدرب ويدرب في انجلترا؟ هو لسه دلوقتي هو يعني لعيب. طبعا هو محمد اي لعيب كوره طبعا او في بينشقوا لحاجتين، اداري ولا مدرب ولا مثلا شغال مثلا في الاجهزه طبية. كل مدرب بيبقى حاطط برنامج قدامه من اول بعد ما يبطل كوره هيعمل ايه وكده، باذن الله ربنا يوفقه في مجاله ربنا اكيد كده. هو موجود عموما في فريق كبير ارسنال طبعا وجمهوره طبعاً عريض. هل هو استفاد من الخبره؟ هيبقى عنده معاونين من ارسنال وليفربول طبعا نادي كبير برضو محمد طبعا صلاح طبعا يعني لا مشرفنا هو تريزيجيه وحجازي والناس كلها اللي بره ومرموش كل الناس دي مشرفينا في طب سؤالي يا كابتن ناصر، ربنا يوفقهم جميعا يا رب. كابتن ناصر هل النني استفاد؟ يعني هل حد هيساعده من نادي ارسنال؟ هل في خبره انجليزيه هتكون معاه في تاسيس النادي طبعاً ده؟ اكيد طبعا. هو هناك في انجلترا مثلا الاتحاد الانجليزي طبعا بيعمل منظومه هناك ان هو بيساعد اي فرقه طالعه لسه بتكون طبعا فريق مثلا يلعب في الدرجه مثلا عندنا مثلا زي الرابعه عندنا هنا زي الثالثه، فطبعا بيساعدوه ويقفوا جنبه لغايه ما يأسس النادي وكده، وبعد كده بقى بيشتغلوا بعد كده على اللي هم الاعلانات طبعا يعني خليني كده اخد خبر منك بانه محمد النني يعني ينوي التدريب في انجلترا من خلال تاسيسه لنادي وسيكمل المشوار مدربا.
بإذن الله بإذن الله. بشكرك شكرا، ربنا يوفق منتخب مصر طبعا في البطولة الجاية بإذن الله إن شاء الله. بنتمنهم التوفيق وربنا بإذن الله معاهم كده وياخدوا البطولة بإذن الله، يعملوا إنجاز كويس. أكيد بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى الخير وإن شاء الله تعدي الشد العضلي أو الإصابة كما ذكر والد الكابتن ناصر، الكابتن ناصر النني والد النني، وإنها مجرد شد عضلي، إن هو هيبقى موجود مع منتخب مصر بإذن الله في مباراته القادمة في يناير المقبل.